السلام عليكم. الجلطات الدماغية هي من أكبر المسببات ديال الموت والإعاقة في العالم. Un accident cardiovasculaire. تتحدث بالعصاب والقلق وواحد عدد المسائل كتاثر على القلب وكتاثر بالاخص على الدماغ. كي السياره تمشي تنديروا لها تنقلبوها بعد ما كوت لا فيزيت تا واش دير فيزيت تكنيك بعد ما يمشي لواحد الله يسر كتقدر تكون باراليز. شنو هي الجدر الدماغيه؟ هي ملي شي بلاصه في المخ ديالنا كتفقد الوظيفه ديالها. هاد الوظيفه يمكن ليها تكون الحركه، الاحساس، الكلام، النطق، الشوف ولا حوايج اخرى، وديما كتجي على غفله وبلا سابق انذار. كاين حوايج كثيره اللي يمكن ليها تؤدي للجلطه الدماغيه بحال امراض القلب ديال العروق، طونسيون ولا السكر اللي ما مقادينش، السمنه، بعض الامراض الوراثيه، الشحمه الكثيره في الدم، ولا بعض الادويه اللي كتجري الدم واللي الا تخاصت بجرعات ماشي مناسبه يمكن ليها تؤدي لهاد الجلطه. والجلطات جوج الانواع، كاين اللي السبب ديالها شي عرق اللي كيتبوشها في الراس، وكاين اللي السبب ديالها شي عرق كيطرطق وكيسيل الدم فيه. وفي هالجوج ديال الانواع الا تعطلنا في التشخيص ديالهم الفرص ديال الشفاء والعلاج تيقلالو. داكشي علاش خاصنا نمشيو بالزربه للمستعجلات القريبه لينا الى حنايا ولا واحد من المعارف ديالنا بدا كيحس فجاه وبلا سابق انذار. الا تقلعوا علينا يدينا او رجلينا او الله يحفظ تشلوف مره. إذا لاحظنا أن المشية ديالنا تغيرت بلا حتى مشكل من قبل بحال شي واحد شارب، إذا ما بقيناش كنحسوا بشي بلاصة من الجسم ديالنا، إذا مشات لينا الهضرة أو لقينا صعوبة في الكلام، إذا مشى لينا الشوف ولا بدينا كنشوفو مدوبل، أو إذا بدا كيضرنا راسنا بطريقة ماشي عادية. بعض المرات يمكن نكون واقفين ونفقدوا الوعي ديالنا. وفي جميع هاد الحالات كنعاود نأكد أننا خاصنا نجريو المستعجلات أقل من 4 حتى 6 ديال السوايع من بعد البداية ديال هاد الأعراض، باش نعطيو لذاك الشخص فرصة أننا ننقذوا الحياة ديالو ونقللوا من المضاعفات ديال هاد الجلطة. من الأشياء اللي يمكن اليوم يحمينا ويجنبونا الجلطات، الرياضة المنتظمة 3 مرات في السيمانة هي قليلة، الماكلة المتوازنة اللي غنية بالخضار والفواكه واللحوم البيضاء، المراقبة ديال السكر والطونسيون والنسبة ديال الشحمة في الدم عند الطبيب ديالنا حاجة أساسية. وما نساوش نبعدوا على الكارو والشراب المخدرات ونقللوا من القهوة أتاي. صحتنا راه هي راس مالنا، خاصنا نحافظوا عليها. نتلاقى في الحلقة الجاية إن شاء الله.